اوفر عنده الميلوما في بلاد النك هيحصل فيلينج باي فيروز للميلوما تعمل ديب ستريتشر في بلاد النك لما يحصل ستريتشر او ديب يحصل يوم ريتنشن اليوم ريتنشن بقى هو اللي يعمل لك التهاب في بلاد النك اكيوز سلايس طيب البكتيريا اللي بتصيبها طبعا زي اي حاجه استبيل بوكاي ستريبت بوكاي ده سافيرو بس ما تنساش كمان انت في اللور بارت اوف ذا بادي الجرام نيجاتيف ده اي كولاي يعني الاكيوت سافيراتيف بيجي في اي حته استبيل بوكاي ستريبت بوكاي انما ممكن كمان اي كولاي الموت اوف انفكشن ازاي البكتيريا توصل للبلادر يا اما طالعه من تحت لفوق يعني ايه انت عندك التهاب في الوجه عندك التهاب في الوجه طلع لفوق او العكس عندك التهاب في الوجه نزل لتحت ده اسمه دايركت يعني قنوات متصله تاني حاجه الليمفاتيك حوالين الليمفاتيكس اللي طلع بيعكس ما بيري وبيري الليمفاتيكس الليمفاتيكس نفسها بيبقى فيها صديد وهي ماشيه وهي لامسه الجلد بتاع البلد ممكن البكتيريا تسيب الام تروح على البلد ثالث حاجه البلد واحد عنده تونسلايتس مينجايتس تايتس ميديا ابسس في اي مكان لو فتح في الدم في اي فيسل البكتيريا تنزل الدم والبكتيريا ماشيه في الدم تمشي في اي مكان تعملها بتاع في اي حته المره دي بقى بنتكلم على انها عملت رشق في البلد عملت لك اكيوت سايت يبقى تاني الروس انفكشن اما دايركت طالع من فوق نازل من تحت الكارتين يكون جاي عن طريق الليمفاتكس يبقى ثلاثه جاي عن طريق الدم عندك اي حاجه سافيره لو فرحت في الدم البكتيريا تمشي في الدم تلف تعمل لك التهاب في البرين تعمل لك التهاب في الكيدي تعمل لك التهاب من ضمنها حاجه ممكن تعمل لك التهاب في البلد طيب طبعا بالنسبه للباثولوجي زي ما قلت لك اتقلب راسي تلاقي البلد كونجستد هايبرميك ايديمتس الكلام اللي انت عارفه اي اكيد انت مش هتدينا كده ولو هو سافيرا تبقى تلاقي اللايننج بتاعه يلوش نيكروتيك يلوش عشان في باس نيكروتيك البكتيريا بتاعته في الوجه طيب تحت الميكروسكوب البلاد فيزلز دايليتد كونجستد وفي اكيد انفلامتوري بوليمورفز باس سيلز ماكروفي الكلام يعني اي اكيد انت مش هتدينا ممكن تالفه ده شكل البلادر اللي فيه صديد بص اولا في السرز ليه السرز دي؟ الحته دي البكتيريا بتاكل في الاول قلت لك اللايننج بيبقى يلوش ونيكروتيك وده تقدر تقوله في اي حاجه فيها فص يعني لو عندك خراج اكيد لما تحط صباعك في اللايننج بيأثر عشان في صديد ونيكروتيك البكتيريا بتاكل في الاول في حته ميت لو عندك اكيد ابندسايتس اللايننج بتاعه يلوش ونيكروتيك ده بروست لو عندك برونكيتسز اللايننج بتاعها ما ده سافيرا يلوش ونيكروتيك الكلام ده كله في اي سافيرا بيجي ادي بلادر وادي القص دي وادي هنا متقرحه في قص طيب الكومبليكيشنز بتاعت الاكسسلايتس مين يعرفها؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل في الاهلي؟ واحد عمل بيزنس التهاب حالي في حول لكرونيك اكسسلايتس حول لكرونيك ايه؟ تبقى كرونيك لا اولا ايه الاعراض؟ ايه الاعراض بتاع واحد عنده اكسسلايتس؟ اول حاجه لا خلي بالك فريكونسي مش هتخش الحمام دي سيوري وانت بتعمل معاسس بقلم هاي يوري ينزل لك صديد هيماتوريا ممكن ينزل دم ايرجنسي كلمه ايرجنسي يعني كل شويه عايز اخش يعني مش يعني مش في السن لكن بسرعه فريكونسي يعني بخش كتير ايرجنسي يعني كل شويه عايز اخش بسرعه مش مستني كل ما كان كده اخش بيقول في سولز بيعمل ايريتيشن للالسرز اللي كانت عندك تحرقك فعايز تخش بسرعه وتخط فاضي النقطتين اللي عندك وبعدين عندك ديسيوريا بايوريا هيماتوريا ديسيوريا بينفي بايوريا صديق وانت بتنزل والبول بتعقد وهيماتوريا دم في البول طيب والكومبليكيشنز اللي بتحصل بقى واحد عندك اكسسايتس يجي له ايه؟ ايه المضاعفات بتاعته؟ اول حاجه هيماتوريا الدم اللي بينزل ده حاجه مؤلمه جدا صديق تاني حاجه ممكن لو اتحول يتحول كرونيك احنا بنتكلم عن الكرونيك على فكره يجيبه مالينس ايه كمان؟ سبريد ايه؟ سبريد اوف انفكشن لان هو عنده منطقه فيها باص ممكن يفتح في الدم البكتيريا تنزل في اي مكان طيب الكرونيك مش مهم الكرونيك ممكن يجي بعد اكيوس سايتس او يبتدي كرونيك من الاول الكرونيك في منه نون سبيسيفيك اللي هو بعد اكيوس سايتس او سبيسيفيك ايه السبيسيفيك كرونيك ممكن يجي في البلاد
ممكن يحصل طبعا معاه الميتابيزم هام بوزيتيف في البلازما يحولها للترانزيشن الى سكويموس بس ميتابيزيا وده بري كانسرس سمعت في السكرس دي مشكله الكرونيكس. طيب ده الكرونيكس سلايتس هام بوزيتيف ومعاه سكويموس ميتابيزيا ده المفروض يبقى ترانزيشن كان مع البلازما ايه ده بقى ان شاء الله سكويموس ده كام؟ ودول كرونيك انيرال سيلز سب يقول طيب السبيسيفيك تايبس دي ما غير اصلا يعني مش عارف اللي هي ممكن كانجلوما تايبس حاجات اسامي كده احفظها بس مش تحفظها حتى مش عليك دي سي اصلا واصلا كان بتتلغي خالص يعني حتى مش سي بس ايزونوفيلس سايت جلاندا سيستايتس كلام مش مهم. طيب ده بالنسبه للدارزيز بص يا دكتور دي مصر دي ماسكيلوز دي سب يقول ايه ده؟ نخش بقى على اهم حاجه السؤال اللي بيجي لك التانيين وده السؤال الوحيد اللي البلادر اللي ممكن يجي لك امتحان في السنه اللي هي تيومرز البلادر هي كارسينوما سرطان البلادر قبل ما ناس كتير جت ما شاء الله يعني قبل ما تجيبوا قلت ان في كلام مهم سرطان البلادر منتشر في مصر وانا بشخص حالاتي بالسبت بيجي لي اربع او خمس حالات 4-5 cases every week كارسينوما اوف ذا بلاد سواء بقى انواع ترانزيشن ولا سكيمس ولا بلاد ومين يعرف اشهر سبب بيعمل سرطان في البلاد المصري ايه؟ للاسف للاسف لحد دلوقتي بعد المكافحه والاعلانات وما تنزلش الترعه وتضرب الترعه والدواء ده بسلام وشفت الاعلان بتاعه للاسف بعد كل ده برضه لا زالوا ينزلوا الترعه ولا زال يبقى عنده ميتابيزيز وهي حاجات غريبه جدا تلاقي استاذ في الجامعه استاذ في الجامعه جاي عنده ميتابيزيز عنده سرطان في البلاد يعني حاجة غريبة بنشوفها. طيب. تيومرز اوف ذا بلادر أولاً في بناين في مالجنت أي تيومرز في الدنيا في منها عميق في منها خبيث. طيب البناين أو مالجنت يا إما طالع من اليوروثيليوم اللي هو ترانزيشنال مش هنتكلم عليها اليوروثيليوم تيومرز. يا إما تحول لسكويمس وبعدين عمل ورم سكويمس تيومرز. يا يعني اما عمل بلانز وتعرف مين الحته اللي بيشبه تسالها ايه الحته اللي في البلادر اللي تعمل لك او امتى يحصل لك جلاندولار تيومرز في البلادر قريب قوي البلادر في ترانزيشن قلنا بيحصل سكومس ميتابليزيا ماشي انما جلاندز بقى تيجي منين في البلادر هنتكلم عليها لو وصلنا طيب ده بالنسبه للابيثيليا طب ايه نون ابيثيليا زي اي مكان دكتور نون ابيثيليا تيومرز يعني اورام تطلع في البلادر مالهاش طبعا من الابيثيليا زي اي حته دخلتها يعني ايه يطلع مثلا لو بنتكلم عن بناين من الفايبرز يشوف هاي برو من سموث ماسل لايف مايو البلاد بريزر زي ما انجيو كلام انت عارف تقدر تالفه ولو قلت المالجنت بتاعهم يبقى هو ده المالجنت نان ابيديلا بلاد السموث ماسل لايف مايو ساركو البلاد بريزر زي ما انجيو ساركو الفايبرز يشوف هاي برو ساركو كلام انت تقدر تالفه يعني وساكن التيومرز يعني اورام ناشئه في البلاد يعني كان عندك تيومر في جسمك نزل في الدم عمل متاسس ورشق في البلد. طيب نبتدي باليوروثيليال او ترانزيشنال تيومرز. تصنيفه جديده اللي هي لو انت شفت كتاب السنه اللي فاتت مختلف عن كتاب السنه دي. مين عنده كتاب السنه اللي فاتت وخد وبص عليه؟ تلاقي كتاب السنه اللي فاتت غير كتاب السنه دي. دي تقصد احدث تصنيفه للبلادر تيومرز او اليوروثيليال تيومرز. اليوروثيليال تيومرز هنا تقسم فلات يعني ايه فلات؟ يعني انسايد يعني السرطان في الترانزيشنال اللايرز بتاعته بس يعني لا عمل بابيلي ولا نزل لتحت هو انسايد طبقات الترانزيشن ده اسمه فلات يا اما يكون نون بابيلر مش عمل صوابع امال فين نزل لتحت اسمها يوروثيليا ترانزيشن سيركرسيون عمل انفيجن يا اما يكون بقى بابيلر بابيلر يعني عمل صوابع داخله في اليوم بتاع البلد. البابيلر ده دكتور في منه انواع. في منه انفيرتد بابيلوما اللي هي بابيلوما بس مش لفوق. بابيلوما لتحت نازله في الصب يفوت. اعتقد ان انت خدتها قبل كده خدتها فين؟ مين تاني يطلع له انفيرتد بابيلوما؟ مين فاكر؟ النوز. برافو عليك. ممتاز. النوز. يعني انفيرتد بابيلوما تطلع في مكانين.
يا في النوز يا في البلاد. خلي بالك من دي. يعني انا شخصيا لما بيجي لنا على فكره السبت اللي فات ده جالي امبارح بكلمهم في البلاد اقسم بالله. السبت اللي فات ده جالي امبارح بكلمهم في البلاد. ومش كومن بس جالي. تاني حاجة فيلا ستابلوما هي بابلوما بقى طبعا على جوه اليوم يعني لو انت عايز نفسيتك اهو لو ده بلدك ما مضيش انا اهو لو بنتكلم على انفيرتد بابلوما طبعا عامل كده ايه ده؟ نازلة تحت اليوم فوق هنا اهو البابلوما دي نازلة تحت لاين ايه؟ ممكن تبقى لاين كلام مش عليه يعني ممكن سكويمس ممكن ترانزيشنال وممكن فلان ولو ترانزيشنال بيبقى ليها اسم اسمها شنايديريان مش مهم مش عارف ايش طيب ده بالنسبه للانفيرتد طب والبابلوما العاديه لا تبقى طالعه فوق كده وده طبيعي ده ان البابلوما تبقى عامله صوابع جوه اليوم انما لو نزلت لتحت اسمها انفيرتد بابلوما طيب ثاني اسمها فيلس صوابع رفيعه فيلس بابلوما ده بالنسبه للبناين في بقى بين البنين حاجه اسمها بابيلاري روتيا تيومر اوف انسرتن مالينا بوتنشال مش متاكدين ده مالينا ولا بناين في النص كده غلايه شكلها خش بقى على مالجنت في بابيلاري كارسينوما لو جريد وبابيلاري كارسينوما هاي جريد مين يعرف الفرق ايه؟ ايه اللو جريد والهاي جريد بناء على ايه؟ نعم؟ ديفرنتيشن بتاع الخلايا؟ لا بص بقى من الاخر كده لو عامله انفيجن للمصل وهاي جريد عام مش عامله تبقى لو جريد طب غالبا كده لو واحد قال له بابيلاري تيومر سرطان في البابيلاري بلاد ده بيبقى لو جريد وهاي جريد غالبا لوجريد يعني يقول لك دايما الصوابع بتحب تطلع لفوق فما تعملش انفيجن للمصر طب في صوابع طالعه لفوق وعامله انفيجن للمصر اه في بابيلاري كارسينوما هايدري بس الموست كومن يعني لما تلاقي تيومر بابيلاري ده اول فكره ان لوجريد قول غالبا هيطلع لوجريد وتتفرج على المصر ده طبعا لما بيجي لك عينات من اللدغ بيجي لك عينه من الورم اللي جوه اليوم يبقى كندكت ولازم كمان يجيب لك تحت من المصر لازم يجي لي عينتين على الاقل يجيب لي تيومر نمره واحد لو انت شفت الشيت اللي بيجيب لي نمره اتنين البيز يعني ايه البيز من المصر ليه؟ تفرق ايه؟ تفرق السما من العم اللي عنده نو انفيجن للمصر اللي هيحصل شيفنج للورم بيشيله بيحط له بي سي جي ايه بي سي جي ده؟ بتاع الفي بي التطعمه معقولة؟ اه معقول. ليه؟ بتزود لي الاميونيتي في البلاد ده حاجة اكتشاف غريب. ويمنع الريفكت. فاهم؟ الكلام ده تاخده في الكيس. الكيس بتاعت الاسبوع. اللي هتاخدها الاسبوع الجاي. سيكشن. بيقول لك اللي عنده بابيلاري كارسينوما او عنده كارسينوما في البلاد ومش عاملة انفيجن للمصل علاجها ايه؟ ان انا اشيل الورق شيبي واحط له بي سي جي. لو طب واللي عملت انفيجن لا هتعمل عمليه بربع مليون جنيه اللي هي ايه؟ هشيل بلادك خالص وبعدين اعمله ارتفيشال بلاد منين؟ ممكن اجيب كولر واظبطه له عمود البلاد حاجه مأساة يعني فاهم؟ يبقى مهم قوي لما بيجي لك عينه تعلق حصل انفيجن للمصل اللي هي البيز ولا ما حصلش؟ لو حصل انفيجن للمصل عمليه مختلفه خالص هشيل بلادك خالص لو ما حصلش العلاج يبقى شيفنج واحط له بي سي جي جوه له. فمهم جدا تعرف اذا كان الفيجن ولا لا البابيلا اللي لو جريد ما بيعملش البابيلا هاي جريد يعني طيب في بقى حاجه اسمها مايكرو بابيلاري كارسينوم هو بابيلاري ويا دوبك عامل انفيجن بسيط ده مش مهم ما بنشوفوش قوي يعني صعب الانفيجن في الحته دي هو هيكمل هيعمل انفيجن بعد شويه بس هو انت قفلش مرحله مايكرو بابيلاري طيب ده بالنسبة لليوروثيليا ترانزيشن تيومرز، في بقى السكويمس تيومر. كل احنا بنقول اسامي بس. سكويمس في بابيلوما اللي هي بتاعة الجلد. بس في البلدر بتبقى بقى في منها نوع بيبقى مفاوضة يعني ايه الفرق بين البابيلاري واللي هو قايل لك عليها كوندايلوما او البابيلوما؟ الكوندايلوما بتبقى كده بص صار مقطعة. ما هياش مدببة. البابيلاري بتبقى عاملة كده. فيلاس عامله كده رفيعة قوي الناس تعرف الفرق بين الكلام ده ده اسمه فيلاس لو بابيلوما بتتكلم عن الميناين رفيعة قوي صوابع رفيعة ودي زي ما انت عارف البول بينزل يعورها لانها دلت يعمل لك هيماتوريا
عشان سيبك من اللوم واخد بالك سيبك من الاولاني. طيب البابيلاري غالبا بتبقى كارسينوما يعني تبقى صارع او مدوره كده. الكوندايلوما بقى اللي هو بيتكلم عليها اللي اسمه اللي هو كوندايلوما بتبقى صارع تخينه مفضحه كده تمام؟ فرق الشكل بس وهم كلهم نفس الميكانيزم هيبقى في اللوم بيتكاثر في اللايرز بتاع الترانزيشن. في بقى طبعا ستوماس كارسينوما انسايدو يعني قلب السكويرس والستوماس مالينت بس لسه ما عملش انفيجن بيزن تمرين عشان كده هي انسايدو. في ستوماس كارسينوما عملت انفيجن وفي حاجه اسمها بيروكاس كارسينوما. بيروكاس شايف الصابع المقطعه دي بتاعت الكوندايلوما دي كان ضد الكوندايلوما دي بنايت اللي هي كابيلوما. لا لو قلب بقى مالينت اسمها بيروكاس كارسينوما يعني الصابع المقطعه بس مالينت واسمها بيروكاس كارسينوما. برضه كل الكلام ده مش مهم وعمره ما حد هيسالك فيه. انا بس بقول لك عشان تبقى فاهم كده يعني تعرف بس انواع اللي هيتسال فيه وهيجي لك سؤال في الامتحان واقول لك عليه ده ولا هنتكلم عليه. وفي بقى جلاندر تيومرز اسمها فيلاس او تيبلا ادينوما. ادينوما يعني جلاندز جلاندز بلدر. وفي ادينو كارسينوما ويطلعوا ويظهروا بيبويد اكتيف. نقف هنا منين؟ منين يجي لك جلاندز في البلدر سواء بقى بناين اللي هي فيلاس او تجيب لك ادينوما او مالينا ادينو كارسينوما. ها؟ حته اسمها يوريكس برافو عليك. في منطقه اسمها يوريكس دي فيها الكولاندا في البلدر هتتسال الكلام ده في الشهوه دي ممكن تسالها في الشهوه. يقول لك يعني واحد جاب ادينو كارسينوما في البلدر ده في شنو دي؟ حاجه من اتنين يا اما اليوريكس يا دكتوره يا اما اليوريكس حاجه امبريولوجيكال موجودة عندك دي كلها عندك في كلنا عندنا منها وهي دي اللي حصلت لك تاخر وعملت مالينكس او لو انت فاكر المتنجزيز بتاع الترم الاولاني لما خدت حاجه اسمها اول حاجه روز نسس ستايتستيكا 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 دي اللي حصل لما كان عندك لو حصل ديبنج للترانزيشن اسمه روز نسس حوش ميه يعني ترانزيشن من بره جواها ميه اسمها سيستيك. لو الترانزيشن ده قلب كولامنر اسمها سيستيك جلانديولاريز اهي دي بقى ممكن تقلب مريض ادينو كارسينوما. يبقى لو ادينو كارسينوما في البلدر ده عشان شبهه فكان جت منين؟ حاجه من اتنين يا اما يوريكاس اللي هي ريتنس اسنان بيولوجيكال واليوريكاس دي هي بلايند كولامنر وهي دي قلب مريض كان عامل ادينو كارسينوما يا اما كان عندك مش لازم بنهزيز على فكره دكتوره البروزنس سيستيك استاذ جلانديولاريز مش بس مع الهزيمه مع اي كرونيك انفلاميشن في البلد يعني خلق كده ويجي لك بعد كده سيستاكس جلانديولاريز وهي دي الكولامنا اللي هي عملت ابليزيا وهي دي تعمل ادينو كارسينوما. دي سلايد عليك على فكره ابيلك ترانزيشن سيك كارسينوما وده بلا دي صوابع لو انت خدت بالك دي صوابع ده الكور بتاعها اسمه فايبروفاسكولار كونكتيف تيشو ده بلاد ليست ودول طبقات الترانزيشن. سؤال يا دكتور كم طبقه بعديها قلنا لجنه؟ سته. سته مور ذان 6 ليجز عشان اشخص طريقه سته اقول عليها كده ربنا في لانه بلان وبلوما لجنه بوزيشن لو سته بالظبط اكتر من سته اقل من سته ممكن تبقى انسايد سته بالظبط هي دي اللي انا طيب دي بقى بابيلا ترانزيشن سيل كارسينوما ودي سلايد عليه زي ما قلت لك اللي هي ده طبعا بتتكلم عن الميكوزا ودي ماسكيلوزا. الميكوزا اهي ده صباع اللي هو ده الكور القلب بتاعه فايبروسكا بتلاقي فيه شو كور ادي طبقات اكتر من سته وزي ما انت شايف كده مفيش ماسك البيت. يبقى علاج دي ايه؟ علاج دي ان انا اعمل لها شيفنج اشيل الورم ده كله واحط بي سي جي. انما لو عامله انفيجن للمصل لازم اشيل البلاد كلها مفيش كلام. طيب في كمان اللي هي نقي بتيجي البلاد زي ما قلت لك ممكن تالفها لو هي اتكلم على البناين تيومرز فايبروما نيوفايبروما انجيوما في مالينا بتاعتها. طيب سكت التيومرز يعني حاجات راشقه في البلاد ايه ما جايه راشقه دايركت يعني طالعه في البلاد زي كانسر بوستد طلعت البلاد او وراها كانسر بيكتر طلع قدام البلاد او السيرفس واحد البلاد. وفي ترانس اليومن يعني عندك انت ترانزيشن كارسينوما اوف ذا بيلبس يومينال بيلبس ونزلت في اليومن بتاع اليوريتر وهو راح طلع في البلاد اللي هي ترانس اليومن.
خير للناس. قطيفة جدا. فرايبل هش. لو لمسته يعني بليدنج. جريش مين؟ ليه؟ لأن البلاد فيسلز اللي تحتيه هو رقيق فلونه محمر. وغالبا بيبقى واحدة بس سين. لو أنت فاتك لو جيت جدي وده اليوتر ده بلبن. الورم ده ممكن يبقى يطلع فين؟ يا اما بيطلع في اكتر حاجه هنا بين الفلوس بس ممكن كمان يطلع في البلد ده اسمه فيلس رفيع سواء عندك الام عادي فيلس تمام مشكلته ان اليوم اللي هو نازل فيه يعوره الموديل ولما يعوره يعمل لك ماتوري واليوم يعمل له ايريتيشن كومن يتحول تغليشه سكه سنه تبقى فيلا يبقى صحيح فيلا تغليشه سكه سنه كومن اليوم التوب ما هو نازل يحك فيه كونيك اريتيشن يعملوا سرطان. تحت الميكروسكوب تلاقي ديليكت باسكلايرز كمان كونيك في شكور اكتر من مش اكتر من 6 لايرز عشان يبقى بناين او اقل من 6. وطبعا الخلايا ما فيهاش المالينا كتير بتتكلم على البناين. وده منظر طيب سؤال المنظر ده بيقول عليه بابيري بابيري سكر سينوما ولا بابيلوما ولا انسايدو؟ قلت لك لو اقل من 6 والخلايا ما فيهاش اتيبيا خلايا شكلها كويس تبقى بناين بابيلوما خلايا شكلها وحش دخلت الكاتيجوري الثانيه هل هي 6 ليرز ولا اكتر؟ خلايا شكلها وحش و6 بالظبط اللي هي بابيلوما ليه كانت بتنشي اكتر من 6 تبقى فابيلوما تغطيه فكره سينوما طب اللي يفرق ايه بناين مالينا سيرولوجيا فيش خلايا شكلها ايه؟ هل شبه بعض؟ والنيوريس مش كبيره مفيش علامات الانابليزيا مفيش اتيبيا ساعتها تبقى بابيلوما لو بقى فيها علامات الانابيزا فكر في الكارسينوما، هل هي بقى اكتر من 6 ولا 6؟ طيب. يعني ها؟ دي بابيلوما لان السايكولوجيكال فيتشرز بناين، خلايا النيوكلس بتاعتها كويسه وده اللي بعرفه، طبعا دي شبه بلوبا كده. هي شبه الكارسينوما طبعا. انا اكبر من كده. يعني اول وهله اول وهله تقول عليها دي سبيلة تنظيم سكر سينوما زي احنا جبناها. طب عدد الليرز هنا. انما لا ما هو هنا مش اكتر من 6. بص ايه من هنا؟ الازرق قوي ده باب بدايه باب بيزا اللي فين؟ عد بقى كده فيهم اربعه دي حاجه، الحاجه الثانيه بس عايز اقول لك عليها السايكولوجيكال فيتشر ده اللي يهمني قوي طبعا ده لو باور مش باين قوي السايكولوجيكال فيتشر لما اجيب هاي باور عليها الاقي الخلايا شكلها واحد بلاند لوكينج النيوكلس حجمه واحد مفيش هايبر كروماتيزم مفيش بليومورفيزم مفيش ميزيسيريشن مفيش اتوم اوف مايتوزس بناين سيلز طالما بناين سيلز يبقى انا لسه في البناين وهلاقيهم اقل من 6 انما بقى لو الخلايا شكلها وحش ومبعجر والنيوكلاس مختلفه الشكل والحجم والنيوكلاس كبيره والميزيسيريشن والكلام ده يبقى انا دخلت في المالينس تمام اعد بقى ساعتها لو انا دخلت في المالينس هل 6 ولا اكتر؟ 6 بالظبط يبقى اللي هو اسمه لو مالينس بريدش اكتر يبقى كابيلا جنوزيوم سكر سيكو نخش بقى على اهم موضوع اللي هيجي لك في الامتحان ولما يحل سؤال يحط سؤال في البلاد مش لازم سرطان البلد كارسينوما ولا بلا بلد طبعا ده ذا موست كومن تيومر اوف ايجيبشن ميلز ليه زي ما انت قلت كلكم عارفين الهرزيز الهرزيز ستايلز انا بيجي في البلاد بسبب الهرزيز كونيك انما ممكن يجي في ناس ما عندهاش بالهرزيز يفهم من كده ان في ايه؟ في نوعين من البلادر كارسينوما تو تايبس لما يجي لك السؤال لازم هتكتب النوعين الهازل وده في مصر اكتر نامبي الهازل ده مش في مصر بيجي المصريين طبعا بس اكتر بيجي موست كومن مش في مصر اللي في مصر اكتر حاجه موضوع الهازل ولو انت دلوقتي الاثنين بقوا زي بعض يعني لان بشوف حاجات كتير ما بحبش الهازل مش كوفه طيب هتعرف ليه دلوقتي ليس كومن في الفيميلز زي ما قلت لك نوعين بالهازل كارسينوما ونام بالهازل كان زمان لحد السنه اللي فاتت يحط لك النوعين ان كومباريزون في جدول زي ده الكتاب الجديد بصيت عليه السنه دي مش في جدول للاسف ده بقى اصعب ده اغلس لو حضرت جدول ده احسن تعالوا يعني كتاب السنه اللي فاتت صور صور بس هل في طيب تعال نشوف بقى اللي بينهرز كارسينوما غالبا بيجي سن صغير يعني من 35 او 30 سنه وانت طالع 50 اللي معاه الصورة اللي معاه كاميرا صور صور ده صور ده يا
كمان فوق سن 50 سنه كمان، انما بالهرزيزس قصدي بيجي سن اصغر. بالهرزيزس بيجيله سرطان بسبب الهرزيزس يبقى في سن اصغر شويه. طيب ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ تعال نشوف البالهرزيزس. ليه واحد عنده بالهرزيزس يجيله كارسينوما اوف ذا بلادر؟ نمره واحد الايوثيليال بي كانسرس ليجنز. فاكر لما قلنا بونز نيسس سيستايتس سيستم سيستاس جلانجولاس، وقلنا الجلانجولاس من شويه دي يعمل ادينو كارسينوما؟ لا كمل. عندك سكويبس بيتابيز هرزيزس تعمل لك سكويبس كارسينوما انسايد، تعمل لك انفيشن سكويبس كارسينوما. ادي اسمها بالهرزيا يوثيليال بي كانسرس ليجنز دي نمره واحد. يبقى ادي اول حاجه تعمل لك سرطان بالبلاد بسبب الهرزيزس. نمره اثنين الدوده نفسها الورم بالهرزيا ورم مش السيزوما ورم تعمل ايه؟ الديفرنس ميتابولايتس اهمهم التريبتوفان. التريبتوفان يحصل له ديجريديشن ويبقى ميتابولايتس لما تتركز يحصل لها كونسنتريشن في البلاد تعمل لك سرطان. ادي سبب تاني سبب. يبقى تاني سبب ان التريبتوفان ميتابولايتس ريليس فروم ذا ورمز تو ذا بلاد اكسكريتد في اليورين كونسنتريشن. طيب تالت سبب اللي عنده بالهرزيزس كومن ان يجيله سيكوندري بكتيريال انفكشن خصوصا بالايكولاي شريشة كولاي. تعمل ايه الشريشة كولاي ده بقى؟ خلي بالك الشريشة كولاي يا دكتور تحول لك النيتريت والنيترايتس اللي هي البروتينيجوس ويست برودكتس ودي ويست برودكتس تحولهم الى نيتروزامينز، والنيتروزامينز كارسينوجينيك بمين؟ بالميتابلاستيك بلادر للسكويمس ميتابليزيا اللي في البلادر. ما هو اللي عنده بالهرزيز بيجي له سكويمس ميتابليزيا. تاني اللي عنده بالهرزيز بيجي له ساكن بكتيريال انفكشن بالذات بالايكولاي. الايكولاي بيعمل ايه؟ تحول النيتريتس والنيترايتس اللي بتنزل في اليورين الى نيتروزامين. طب وايه يعني؟ النيتروزامين تخلي السكويمس لو انت عندك سكويمس ميتابليزيا ده كومن بيجي لك سكويمس ميتابليزيا. اللي عنده سكوس ميتابليزيا يقلب سكوس كارسينوما كومن. يعني لازم يكون عندك سكوندري بكتيريال انفكشن ولازم يكون عندك سكوس ميتابليزيا. والاثنين كومن بيحصلوا. اللي عنده بالهرزيز بيجي له سكوندري بكتيريال انفكشن واللي عنده بالهرزيز عنده سكوس ميتابليزيا. يحصل ايه بقى؟ البكتيريا اللي عنده ايكولاي تعود لك النيتريتس والنيترايتس الى نيتروزامين. طب وده يعمل ايه؟ كارسينوجينيك تو ذا ميتابلاستيك سكويمس لاين. اخر حاجه بقى لو انت في البيتاكريز عندك فيلوما فيروس انفكشن يعني ايه؟ اتش بي في مش كومن بس ممكن هيومن فيلوما فيروس يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ لو انت عندك اتش بي في كمان عندك بالهرزيزس يخلي الفيلوما اللي هيجيلك تقلب مليت. يبقى البيتاكريزس يعني سرطان عشان اربع حاجات. اول حاجه اللي يوديها البيكانسر سيلز اللي هي بونز ناس سايد سيلز كاسات جلانجولاريس، وكمان عندك السكيمس بتابليزيا سكيمس كاسينوما انسايد وانفيز سكيمس كاسينوما كل دي اسمها بالهرجه يوديها البيكانسر سيلز. نمره اثنين الدوله نفسها الورم بالهرجه الورم تفرز تفتفان ميتابولايتس يحصل لها كونسنتريشن في البلادر نيوم وده تعمل لك حولك البلاد الترانزيشن الطبيعي الى مالجنت. نمره ثلاثه الكومن يجي لك انفكشن بالايكولاي في البلاد والايكولاي تعمل لك ايه؟ لما يجي لك ايكولاي تعمل لك النيتريتس والنيترايتس الى نيتروزامين. النيتروزامين كارسينوجينيك لمين؟ للميتابلاستيك اللي عنده سكوينس بتابليزا وده كومن يجي لك سكوينس بتابليزا بسبب الارزيك عشان الانتيجن بتاعت الاو. طيب اخر حاجه بقى لو عندك منطقه سوبر امبوز يعني منطقه هيما كابيلوما فيروس يحول لك الكابيلوما اللي عندك في البلادر الى كارسينوما. تشينج الكابيلوما الى كارسينوما بالذات اللي عنده بالهرزيزس. طيب ده بالنسبه للهرزيزس. طب واحد ما عندوش بالهرزيزس يجي له سرطان في البلادر ليه؟ واي؟ خد بقى يا اما عنده فيلس كابيلوما ده بناين كيلو ماله زي ما حصل في الهرزيزس قلب يقلب برضه في النان بلاسيس كابيلوما وهي كومن. مش احنا قلنا فيلاس كابيلوما اللي هي رفيعه دي واليوم بيرش عمل يحك فيها يعمل كورنيك اريتيشن كومن ان يجي له كانسر. طيب تاني حاجه اشهر ناس بيجي لهم سرطان في البلادر في مصر اللي شغالين في مصبره الصبغات. وانت خلي بالك من الالوان
السكين بتنزل تخش الدم مش اي بلاد يحصل لها كونسنتريشن في البلادر وتعملك كانسر في البلادر فالانيمين دايز انيمين دايز اللي هي الوان الصبغات الصبغه اللي بيصبغ في هدوم شغال في مصبغه اللي شغال في حته مصنع مصنع بيبقى فيه صبغات مش لازم من هدوم صبغات الاكل صبغات لاي حاجه وده كومن في مصر طيب ثالث حاجه بقى اللي عنده كرونيك اريديشن عندك ستونز في البلدر عمال تعمل اريديشن تعمل فريكشن في اللايننج بتاع البلدر يتحول لسكويماس تعمل لك كانسر رابع حاجه السموكينج وخلي بالك لو انت خدت بالك السموكينج ده يعمل لك كانسر في كل حته يعني مين خد باله ان سرطان الاستومك بري ديسبوز افكت سموك كده تقول لي يا علاقه سموك يا جماعه الدخان بيروح ايه ده دخان هواء خش رايح التراكية وخش اللانج يعمل لك اشهر حاجة بوكهيلي كارسينوم انما كمان بيزن يخش في الاستومك يعمل لك استومك كانسر يمتص بالدم والدخان ده بيقلبه من التوكس ما تركز في البلاد يعمل لك كانسر بلاد هتلاقي السموكينج بري كانسرز ان اول كانسرز طيب رابع حاجة خامس حاجة حاجة غريبة قوي ايه بقى كونجين ازاي واحد يتولد لا عنده انتيريور ابدومينال وول ولا عنده انتيريور بلادر وول يعني ايه؟ يعني اليوم بتاع البلادر في الشارع هو مولود كده غريبة جدا يعني ايه؟ يعني البلادر بتاعك ما فيهوش انتيريور يعني عنده كده فين الانتيريور بلادر وول؟ مش موجود فين الانتيريور بلادر وول؟ مش موجود امال ايه؟ انت مولود اليوم بتاعك في الشارع ده اسمه اكتوبيا بيزايت Ectopia bizaica اللي هي congenital absence of the anterior abdominal wall هو anterior bladder wall الاثنين يبقى اللي يومي في الشارع كده طيب ونمرة ستة طبعا زي ما قلت لك chronic cystitis اي chronic inflammation في البلد مش لازم بالهزيز it's not necessary to be بالهزيز لا اي chronic cystitis التهاب مزمن في البلد ممكن يعملها كانسر يبقى ستة اسباب فيلاس بابيلوم كيميكال كارسينوجين يعني دايز ستونز اللي تعملها ستونز بتبليز سموكينج اكتوبيا بزايدا واخر حاجه كمان اكسسبايس برضه ايه اللي كده ده طيب تحت الميكروسكوب لما ناخد عينه اللي عنده بالهرزيا واللي ما عندوش بالهرزيا يطلع ايه؟ خلي بالك لازم تكتب بالترتيب بمعنى لازم اكتب ايه الموست كومن وبعدين الليس كوم بالنسبه للهرزه نمره واحد يبقى سكويماس سيل كارسينوما اذا لو جات لك سكوت في عين البلادر لقيت فيها سكويماس سيل كارسينوما دور على اوفر لازم هتلاقي صعب ما تلاقيش سكويماس سيل كارسينوما تحط نمره واحد وطبعا ما سيبش كده واروح انا اجي لك شهاده في الامتحان امال ايه اشرح يو ماست اكسبلين ماست رايت تشرح مين؟ سكوما سيكاسينو منين؟ من الجنرال جنرال بطاطس في الجدول سيل نيس السؤال ده مش جالك نص السنة؟ ايوه طيب المفروض ان انت حافظه لو قلت قبل كده من شيرك ليه؟ لان الموست كومن تتكلم على سيل نيس اوتر بيزالوي فيليا مين اكوليات سيل سنترال ابيديتي كيرف وتقول ان في حاجه اسمها بودرز كلاسيفيكيشن 75% من الناس في جريد 1 وانت فرانشيف 50 to 75% جريد 2 اللي هي مودريت ديفرنشيف 25 to 50% جريد 3 مودريت ديفرنشيف 0 to 25% جريد 4 اندر بريد واوعى تنسى تكتب مالينجا بكتيريا خلايا اللي كلها مالينجا في هايبر كروماتيزم بليوموفيزم انكيز انسيريشا اوتوماتوس كروماتيزم تشرح طيب نمره 2 ممكن يكون ده هو بالعكس ترانزيشن سيكر سينوم سواء بقى نون بابيلاري اللي هي انسايد او انفيسيف يعني او تكون بابيلاري المهم ان هي ترانزيشنال اد مالين ترانزيشنال تشينج تو مالين دي نمره 2 نمره 3 تكون ادي طيب والنون بالهرزل تعمل ايه؟ بص يا دكتور عايز تحفظه انت تحفظ الناحيه دي بس وبعدين شد السويمس هتبعك خالص يبقى مين نمره واحد؟ لو انت
our squamous, familiarity, ما تترزيش وقال لك على طبعا هذه نادرة. لو شددت السكويمس ده تحت يبقى أول حاجة في النوم بالهرزة تكون ترانزيشن، يعني اللي ما عندوش بالهرزيزس غالبا يكون ترانزيشن، سواء بقى فلات فين يبقى نوم فين، وبعدين قلب، وبعدين آخر حاجة سكويمس. طب وهنا أشرح مين؟ أشرح الترانزيشن ليه؟ هو المستقبل. يبقى لازم في بالهرزة أشرح سكويمس كارسينوم، لازم في النوم بالهرزة أشرح الترانزيشنال سيركر سينوم اللي هي مودا سيس لايرز، وإن هي في منها نوعين، نوع اللي هو البابيلاري ونوع الفلات. والبابيلاري عبارة عن فايبر واسكا كونكتد تيشو كور كفر باي مودا سيس لايرز مالينا الترانزيشن الجديدة اللي فيهم مالينا الكريتيريا كروماتيزم بليموفيزم انكريزيشن كروماتيزم انكريزيشن. وإن البابيلاري ده صوابع في منه لو جريد اللي ما بيعملش انفيجن المصري، هاي جريد اللي بيعمل انفيجن المصري، وكمان عامل الفلات اللي هو ترانزيشنال مالينا بس مش عامل صوابع، عامل انفيجن لوحده وفلات. طيب شويه صور بقى حلوين قوي. ايه دي؟ دي انفيسيف ترانزيشن سيل كارسينوم، ده مالينا سيل. شايف المنظر؟ اولا كده تفتكر ده لو جريد ولا هاي جريد؟ هاي جريد. هاي جريد. بص دي المصري، دي المصل اهي لو انت شايف ده سموت مصل، دول مالينا سيلز في وسط المصل، ادي مصل ثانيه اهي مالينا سيلز فوقيها وتحتيها خلصت، يبقى كده هاي جريد وده عامل انفيجن للمصل وده لازم اشيله كده كله. طيب نفس الكلام لا لا بس دي بقى سكوير مصير كارسينوم. شايف هنا دول ايه الفرق بين ترانزيشنال وسكويرس؟ لو لقيت سايتوبلازم حوالين النيوكلاس اللي هو الجلوز ده الخليه حجمها كبير والسيتوبلازم باين حواليها عندي خليه وده النيوكلاس والبروتين النيوكلوز يبقى دي سكويرز. شوف هنا كل دول سكويرز. طب تعالى نشوف اللي فات. في الترانزيشنال النيوكلاس واخد بص ما تلاقيش حواليها السيتوبلازم الاحمر اللي قلت لك عليه كلها نيوكلياي كده والسيتوبلازم حتى مزري. طب بص للسكويرز كل دي خليه ادي النيوكليولس وبعدين النيوكليس وبعدين السيتوبلازم اللي حواليها. شوف الخلايا فيها سيتوبلازم الثاني ودي سكويرز، كل دول سكويرز، كل دول سكويرز. انما هنا مفيش كواس خالص، كل اللي مالينا سيلز كل دول ترانزيشن. طب ايه الافكتس والكومبليكيشنز بتاعت بلادر كارسينوم؟ نمره واحد سبريد. طب ده سبريد لو انت عندك سرطان في البلادر يروح فين؟ ينزل تحت اليوريثرا وممكن قدام الفاجينا يرجع ورا الريكتم ويطلع فوق الكيدني. لمفاتيك يروح فين؟ يروح للبارا اورتيك ليمف نودز، ايبك ليمف نودز وبعدين بارا اورتيك ليمف نودز. والبلاد سبريد بي بي ال ال بون برين لانج ليفر، انت عارف الكلام ده، اي سرطان بينتشر بي بي ال ال لو نزل الدم. طيب لو التيومر كبير قوي بقى والحته دي كده هو عند البلادر مين ممكن يعمل لك اوبستراكشن من بره منه يعمل اوبستراكشن. كل اوبستراكشن يعمل لك ايه؟ باي لاترال يعمل لك ريتنشن باي لاترال يعمل لك تضرب باي لاترال هيكون ديفوز ورينا الفيلر في النهايه. يعني الاوبستراكشن ده يعمل لك يورين ريتنشن يعمل لك ستونز في نفس الوقت باي لاترال هيكون ديفوز باي لاترال هيكون ديفوز في الاخر تاني رينا الفيلر. طبعا انفكشن سبيسس او ماسل اوبستراكشن اليوم اليوم بيعمل لك انفكشن بيعمل لك ستونز زي ما قلت لك يعمل لك انفكشن سبايس بيعمل لك ستونز. والتيومر نفسه بيعمل ايه؟ نكروزز وهيموريج بيحصل نكروزز وهيموريج بيعمل لك هيماتوريا وممكن الانفلاميشن اللي هيحصل يفتح لك البلادر على حته ثانيه. ازاي؟ الاقي حاجه اسمها فازايكو فاجينال فيستر، يعني الاقي بلادر فاتح تحت مع الفاجينا بيعمل ايه؟ الاقي الفاجينا بتجيب يوري او الاقي البلادر فتح بره عليه الاقي ايه؟ الاقي الريكتم بيجيب يوري، يعني الحته اللي هيفتح من عليها بتجيب يوري. فازايكو فاجينا فيست او فازايكو او ريكتو فاجينا او ريكتو فازايكا فيست ريكتو فازايكا ما بين الريكتم وما بين البلادر، فازايكو فاجينا ما بين البلادر بين الفاجينا لا تجيب يوري. يبقى
طيب التي ان ام مش عليك. انت عارف التي ان ام مش عليك الا في ثلاثه اللي هم ايه؟ كولو اللي هي موديفايد يوكس. كولو لازم تحفظ الستيجنج بتاعه. يبقى اثنين السيرفكس تاخده لسه ما خدش من عضلات السيرفكس. مهم جدا التي ان ام ستيجنج بتاع السيرفكس عشان ليها امان. يبقى ثلاثه بريست. بريست. دول الثلاثة اللي عليك بس الستيجنج فيهم. والكلام ده موجود في الايميل اللي جالك بتاع كلاس سي. مين ما جالوش ايميل؟ مين ما عرفش حاجات الكلاس سي؟ هتلاقي في الايميل موجود ايه الستيجنج اللي عليك الثلاثة اللي عليك. طيب أحلى حاجة هناخدها هيماتوريا يعني دم في البول. لا باسي من يوري. مش مهم هو كتير كلاس سي بس هقول لك عليه. أسبابه إيه؟ يا قبل الكيدي فري رينا. يا في الكيدي رينا. يا بعد الكيدي بوست رينا. بعد الكيدي يعني فين؟ يعني اما في اليوريترز يا في اللادر انتيريتر ده بعد الكيدني، يا اما اسباب في الكيدني اللي عماله لك الدم في البول، يا اما اسباب قبل الكيدني خلاص بره الكيدني. الاسباب اللي قبل الكيدني اسباب عامه جنرال انت عارفها. اللي عنده هايبرتنشن، اللي عنده بلاد كوجيوليشن ديفكت، اللي عنده خلط تروما، اللي بياخد رابس، دي اسباب تعتبر اي حته تمشي. وبعدين لقينا ان كل امراض الكيدني تعملها كده اي مرض يعمل احتقان كونجيشن في الكيدني عشان ما يعرفش ان الكابيلا عايز تنزل دم في البول خصوصا بعد الجمهوريه كلها. قول اي حاجه صح. البوست رينا نفس الكلام. اي مرض قول عليه يعمل لك كده يعني مثلا عندك سرطان بلاستيك عندك باسكال تيومر عندك حاجه انفلاميشن اكيوتس فايتس اي حاجه تعمل لك معرضه للفرع عندك دم في البول. وده سؤال كلاسي ما يجيلكش لانك ممكن تالفه. السؤال زي ده